السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. مرة أخرى في محاضرة الإمبريو الثانية، هي تكمل المحاضرة الأولى اللي كانت بتحكي عن development of the heart. بالمحاضرة الماضية حكينا عن كيف الواحد ممكن يصير في عنده تكوين للهارت، من بداية 2 heart tubes، بعدين بصير 1 heart tube، بعدين هذا ال 1 heart tube من ال 2 ends بصير في لهم، يعني ال upper وال lower end بصير لهم 2 horns، وبعدين بصير في عندي unequal growth زي ما حكينا، وهذا الـ unequal growth بيؤدي لنصير فيني زي 4 chambers سميناهم الـ bulbous cordis والـ ventricle والـ atrium والـ sinus venosus. وبعدين حكينا بصير في عندي في folding للـ heart tube كنفسه كـ heart، مش الـ folding للـ embryo. حكينا إنه هذا الـ folding بيصير نتيجة بروتينات معينة، وبصير الاتجاه بيخلي أو بيخلي الـ heart يصير له folding باتجاه اليسار أكثر من النص. وحكينا في حال صار في ديفكت بأي إشي، فممكن الـ folding بيصير أكثر لجهة اليمين، وهذا بنسميه dextrocardia. وكمان حكينا بأنه بهذا الـ folding بتتغير مواقع الـ chambers هاي تقريبا، وحكينا كيف بتصير بالضبط، اللي هي بتصير أقرب ومشابهة للـ heart الأصلي. وبعدين بتكون common atrial chamber، بعدين هذا الـ common atrial chamber بصير في له atrial septum، وهذا الـ atrial septum بصير في له يعني مجموعة خطوات لحتى يتكون، وفي عندي مجموعة فرمن بتكون موجودة، أو اللي إحنا سميناهم إيش؟ الأوستيوم. حكينا زي أوستيوم برايمم وأوستيوم سكندم، وبالأخير يضل في عندي الفرمن أوفال. وبهذول الثلاث وظيفتهم إن دائما يضل في عندي رايت تو ليفت شنت. الرايت تو ليفت شنت هاي لأنه أنا ما بيكون في عندي لسه بالمونري سيركوليشن بالفيتس، هسه هنحكي عن السيركوليشن إن شاء الله أكثر شوي. وبعدين حكينا شوي عن انه كيف بيصير في عندي ساينس فينوزس، هذا له بودي ورايت هورن والليفت هورن، وكان انه كل واحد منهم ايش وظيفته او ايش بيأدي بالاخير. بانه الرايت هورن مثلا هو بعطيني السموث بارت من الرايت اتريوم، بينما الليفت هورن مع البودي بعطوني الكورونري ساينس. طيب انا صراحة حاطة على هاي التشيك ليست اللي احنا مشينا عليها بالبداية، عشان في المحاضرة الماضية نسينا نحط تشيك على إشي، وصراحة ضايق لأني نسينا نحط عليها. في إشي مهم هون من هون حكيناهم، مش superior vena cava ولا inferior vena cava ولا aorta and pulmonary arteries. حكينا عن pulmonary veins بأنه من الليفت آتريوم بيطلع pulmonary trunk، وهذا البلمونري ترانك بيطلع منه 2 اوبننجز، بعدين 2 اوبننجز بصيروا 4. وحكينا بانه البلمونري ترانك بصير في له زي ابزوربشن بالليفت اتريوم لحتى يعطيني السموث بارت من الليفت اتريوم، بس ما حطينا تشيك على انه احنا كملنا البلمونري فين. اخ بس اخ ضايق الصراحه عن جد، لما كملت الفيديو كان نفسي اعيد المحاضره كامله بس عشان اعمل هاي الخطوه، خاصه صرت تحت هسه. الان بدنا نحكي عن الفنتريكل. اخر اشي وصلنا له احنا بموضوع الفنتريكل بانه انا في عندي شوي، والله نرجع هون في عندي فنتريكل هون كامل، في عندي بلبس كورتس هون، ما في بينهم لا سبتم ولا في بينهم اشي، مفتوحين ومشرعين على بعض. شو بدنا نعمل فيهم هذول؟ هنحكي بالبداية عن البلبس كورتس. هذا البلبس كورتس قصته قصة وفي له تفاصيل كثيرة، وتفاصيل كثيرة مش معكم، هنحكي عن الاشياء اللي معكم. شوف، هذا البلبس كورتس في له جزئين مهمين، جزء بنسميه proximal part وجزء بنسميه distal part. ال proximal part sorry ال proximal part هي الأقرب للهارت. هذا ال proximal part إله وظيفة مهمة جدا، مش وظيفتين وظيفتين. الوظيفة الأولى زي ما إحنا شايفين إنه هو قريب للفنتريكل، فهو جزء منه بصير فيه له اتحاد مع الفنتريكل اللي تحته أو اللي جنبه لحتى يكون لي chamber بنسميها بلبو فينتيكولر تشامبر. إذا بيكون في عندي تشامبر بتساهم بتكوين الفنتريكل، بعدين بالبريمتيف فنتريكل الفنتريكل الأساسي بنسميها كومون بلبو فينتيكولر تشامبر. تمام، حلوين. الإشي الثاني بإنه شوف يا إخوان، أنا حكيت لكم ملحوظة بإنه لازم تكونوا دارسين محاضرة الهارت، فأرجوكم اللي مش دارس محاضرة الهارت يروح يدرس محاضرة الهارت. بس نرجع نحكي بإنه بالهارت بالليفت فنتريكل بالليفت اتريوم في عندي اشي بنسميه اوت فلو بورشن او اوتلت، اللي هو الجزء اللي بيطلع منه البلود للاتريوم، يعني هو الاوت فلو. اوكي، الاوتلت الاوت فلو الاشي بيطلع منه.
على الرايت فنتريكل اسمه هذا الجزء الانفانديبيوم، وعلى اللفت فنتريكل اسمه الاورتيك فيستيبيول. فالاورتيك فيستيبيول والانفانديبيوم من البوث فنتريكلز اللي بعطيني اياهم هم البروكسيمال بورت من البلبس كورتس. اذا لو نيجي نحكي احنا بس هيك عن الفنتريكل لحد الان، الفنتريكل اخذنا عنه 3 معلومات. المعلومة الأولى بأنه بيساهم بإنتاجه الكومن فنتريكولار تشامبر اللي حكينا عنها في البداية، فوق 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 اللي هي هون. الكومن فنتريكولار تشامبر بتشارك بتكوينه، بس برضه بشارك بتكوين البولبس كوردس. أي جزء من البولبس كوردس؟ البروكسيمال بارت اوف ذا بولبس كوردس. بشو بيساهم هذا البولبس كوردس؟ بشيئين. الإشي الأول زي ما حكينا بأنه بصير في له ابزوربشن مع البريمتيف فنتريكل أو الكومن فنتريكولار تشامبر هاي، لحتى يعطيني تشامبر بنسميها كومن بلبو فنتريكولار تشامبر. الإشي الثاني، النقطة الثانية، بأنه حكينا بأن أنا في عندي الله نفتحها ثواني شوي، كانت أتوقع إنه سلايد 55 شيء. هون حيكون الاوتلت بورشن، شايفين هذا هو الاوتلت بورشن الانفانديبولوم، هذا هو الانفانديبولوم او الاوتلت بورشن بالنسبه للرايت فنتريكل. اللفت فنتريكل كمان، اللفت فنتريكل 65 بالضبط. هون حيكون الاوت فلو بورشن بالنسبه لللفت فنتريكل، احنا بنسميه زي ما هون كاتب دكتور محي الاورتيك. اذا الانفانديبولوم هو الاوتلت بورشن بالنسبه للرايت، والاورتيك فيستيبيول هو اللي بالنسبه لللفت. حكينا هذول اللي بيساهم فيهم هو البروكسيمال بورت للبلبس كوردس. حلوين. طيب على الديستال بورت شو بيساوي؟ الديستال بورت يا اخوان احنا بنسميه ترانكوس ارتريوسس من اسمه. شوفوا شو اسمه، ارتريوسس معناها ايش؟ بيساهم بالارتريز. اي ارتريز؟ ايورتا وبلمونري ارتري. متذكرين بالتشيك ليست لما حكيت لكم بانه الايورتا والبلمونري ارتري بنفس الصدر؟ لانهم هم جايين من نفس الاوريجن، من الديستال بارت للبلبس كوردس. شو اسمه؟ ترانكس ارتريوسس. ترانكس ترانك اشي جذع، ترانك ترانك، وارتريوسس ارتريز. بس شوفوا لاحظوا بانه البروكسيمال بورشنز لا الايورتا والبلمونري ارتري هم اللي جايين من الترانكس ارتريوسس، مش كلهم. يعني هي فلسفة شوي، بس هو البروكسيمال بورشن الايورتا والبلمونري ارتري هم اللي جايين من الديستال بارت اوف ذا بلبس كورتس. حلوين حلوين ان شاء الله. هيك خلصنا احنا البلبس كورتس باجزائها المهمة. نيجي على الفنتركل. طبعا صحيحة ملحوظة صغيرة هسا من هون، يعني هاي الصفحة مثلا، وهاي الصفحة، هاي الصفحة تعبانة عليها انا، وهاي الصفحة، هذول 3 صفحات انا صراحة يعني بس عملت كوبي بيست للسلايدات، يعني ما حاولتش اني اجتهد فيهم كثير. ليه؟ لاني فقدت الشغف. وليه ما شرحت من السلايدات؟ عشان اسوق لملخصي، عشان هسه لما احط ملخصي على القناة اقول لكم بانه ملخصي شامل كل كلمة من السلايدات، فانتم تكيفوا عليه. كيف بدي اسوق لملخصي؟ فيش غير هاي الطريقة. فسوقت لملخصي وكسبت اجر فيكم، رح تدرسوا ملخصي. ف مبدئيا انا قاعده بوقف الريكورد كثير، لانه صراحه انا قاعده بسجل في صباح اول يوم عيد فطر، فيعني الوضع بالبيت مأساوي. يعني قبل شوي اخوي الصغير دق علي الباب عشان يحكي لي كل عام وانت بخير، فانا بعتذر صراحه لاي صوت هسه حتسمعوه او اذا اي ضج حتسمعوها. تمام. مبدئيا احنا وصلنا اخر اشي عند الفنتريكل، وحكينا بانه الفنتريكل رح يصير فيه نفس اللي صار بالاتريوم، بانه هذا الفنتريكل حيكون تشامبر واحده وانا بدي اقسمه بالنص لحتى يصير تو فنتريكلز، الرايت والليفت مقسومين بالسبتم اللي بالنص، احنا بنسميه انتر فنتريكل سبتم. بس في عندي خصوصيه شوي للفنتريكل بانه كيف. خلينا نروح لصوره فوق عشان هون هاي الصوره ممتازه. شوف ركزوا معي، ركزوا معي منيح. هاي الصوره هون بتبين لي انه حاليا في عندي انا بلبس كوردس هون والفنتريكل هون. حكينا شو وظيفه البلبس كوردس بالفنتريكل، بانه هو بتكون البروكسيمال له علاقه بالاوتلت، وحكينا انه الديستال له علاقه بالترانكس ارتريوسس الايورتا والبلمونري ارتري وهاي الامور. هسه احنا نيجي على الفلور يا جماعه، الفلور للفنتريكل هيطلع منه ماسكولر انتر فنتريكولر سبتم. ماسكولر مصل، فك ماسكولر انتر فنتريكولر سبتم بيطلع من الفلور للفنتريكل نفسه، يعني للبريمتيف فنتريكل. اوكي. وهيطلع باتجاه الجزئية البرتقالية هاي. ايش الجزئية البرتقالية هاي اللي حكينا عنها هون؟ حكينا انه بالاتريو فنتريكولر كانال حيصير في عندي كوشنز، هذول الاشي اللي بيقربوا على بعض بصير في عندي تخصر، ويعطيني الرايت
والليفت اتري فنتركلر كنان صح؟ فهذا الانتر فنتركلر سيستم حيطلع باتجاه هذول الفيوزد كوشنز بالاتري فنتركلر كنان. حلوين حلوين، بس معلومة مهمة بانه هذا الانتر فنتركلر سيستم راح يكون اتجاهه اوبليكلي، ما راح يكون هيك مستقيم لفوق، حيكون اوبليكلي. هسه نفهم كيف بصير اوبليكلي، بس نرجع لتحت بس عشان تتخيلوا الصورة هون. الجزء الثاني من الانتر فنتركلر سيستم بسكر هون الأوفال هاي، أو بسكر هون السبتم، بسكر تكملة السبتم بسميه ميمبرينس. إذا في عندي في البداية بيكون ماسكولر والميمبرينس، إيش بيفرقوا عن بعض؟ إن الماسكولر من اسمه ماسكولر حيكون ثكر، الميمبرينس حيكون ثنر، والإشي الثاني الأوريجن بيختلف. الماسكولر حكينا جاي من الفلور للبريمتيف فنتركل، بينما هذا اللي هون الميمبرينس حيكون جاي من أوريجن ثاني. من وين تتوقعوا جاي؟ أوبس سوري، كأني عملت إشي. أوكي طيب نشوف من وين حيجي. خليكم متحمسين، تحمسوا تحمسوا تحمسوا. أوكي هيو من وين شوف. أول إشي حكينا بإنه في عندي ماسكولار سبتم، وهذا الماسكولار سبتم جاي من الميد لاين للفلور ورايح لعند الفيوزد اي في كوشنز، وبيضل في عندي انترفنتريكولار فرامن صغير. هاي الانترفنتريكولار فيرمن بتسكر بإيش؟ بتسكر هاي، شوفوا استنوا 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 استنوا، وين كلمة ممبرنس راح؟ خلينا نقرأ بالترتيب. The muscular part of the interventricular أو interventricular، هاي المفروض interventricular septum is situated obliquely so the right ventricle is anterior and the to the right and the left ventricle is posterior to the left. اخوان مش الهارت بيكون، يعني اكيد الفنتركلز بتكون جاي يعني بالنص، الليفت فنتركل بيكون رايح اللفت صح، وبيكون situated posteriorly شوي. نفس الشيء بالنسبه للرايت فنتركل بيكون anteriorly to the right. فهذا انا قصدي بكلمه oblique، المسكولار بارت الانتر فنتركل سبتم بيكون oblique، الرايت فنتركل بيخليه لقدام على اليمين، الليفت فنتركل بيخليه لورا على الشمال، وهذا الاشي اصلا موجود. تمام. هسه the spiral bulbar septum، هذا شيء جديد ما سمعناه قبل عنه. ايش spiral bulbar septum؟ شوفوا الدكتور قاعد يشرح عن اشياء هون، بس حكى هاي اشياء مش مهمه ومش حطالبكم فيها، ويعني مش معكم هسه، ما بعرف اذا حتكون بالمحاضره الثالثه بس مش معكم حاليا. هسه البلبس كوردس اللي حكينا عنها هون فوق، مش حكينا في إلها ديستال بارت اللي هو الايورتا والبلمونري ارتري؟ هذول الاثنين بصير في بينهم سبتم لحتى افصلهم عن بعض، فهذا السبتم هو اسمه السبايرل سبايلر سبايرال بلبل سبتم، مش كثير مهم، بس انتم عارفوا انه من البلبر سبتم رح يكون في عندي ايش؟ سوري، من البلبر كوردس رح يكون في عندي سبتم نازل لتحت باتجاه الانترفنتريكولار سبتم الماسكولار اللي كوناه. تخيلت الصورة؟ هسا نرجع نشوفها يعني لفوق، بس استنى شوي. يعني هون مش حكينا هون انه صار في عندي الممبرنس بارت اللي هو نازل من تحت، من وين نازل هذا؟ نازل من هون، حيكون في عندي سبتم بنسميه سبايرال بلبر سبتم، مع مش هاي كانت الفيوزد كوشنز برضه حينزل منها، هذا هو الممبرنس، حيجي ويلتقي بالماسكولر وحيسكروا لي الفنتيكولر فورمن اللي كانت هون، حيسكروا لي الفنتيكولر فورمن اللي كانت هون. ايش صار هون بالنهايه؟ في عندي فنتريكل هون على الرايت وفي عندي فنتريكل هون على الليفت، اتوقع هو العكس هيك صح؟ العكس، هون الرايت هون الليفت، وحيكون فاتحين على الكورسبوندينج اتريوم تاعهم، كل اتريوم فاتح على الفنتريكل تاعه، وهيك صار في عندي تو فنتريكلز مفصولين بانترفنتريكولار سبتم زي الفل. هيك احنا كوننا ايش؟ الفنتريكل. طب هتسألوني شوي الصورة، هحكي لكم بانه انا ذاتي صراحة ما بعرف، يعني ما بعرف ليش الدكتور حط هاي الصورة صراحة بالسادات، بس اتوقع يعني عشان يبين لكم هاي البلبر سبتم، وهو ترتيبهم ترى شوفوا الترتيب، هاي الايورتيك ساك اللي هو الديستال بارت من البلبر سكورتس، وهي البلبو فينتيكولار تشامبر اللي حكينا عنها اللي هو البروكسيمال بارت، هاي الاتريوم، وهي الاي في سبتم، وهي الساينس فينوزس. فالمفروض انه هون في عندي فنتريكل وهون في عندي الاتريوم، يعني المهم انتوا فهمتوا الفكرة تمام، مش مهم تفهموا هاي الصورة، المهم انتوا فهمتوا الفكرة تمام. هون نفس الاشي، هاد بتطلع كبوستيريور ريفيو للهارت، شوفوا مثلا هاي البلبس كوردس نفس الاشي، ديستال بارت وبروكسيمال بارت، وكيف انه ممكن هذا سبتم، تمام، في هون شيء اسمه سبتم انترميديوم، السبتم انترميديوم اللي هو
زي موازي للإشي اللي نازل من الـ AV coaches لما يصير لها فيوز. هذا مش معكم يعني، بس أنا بقولكم عشان تفهموا، إذا شفتوا سبتم انترميديم عشان تفهموا إيش هذا. أوكي طيب حلوين. في حال صار في أي مشكلة بأي تكوين لأي جزء من هذول، إيش هيعمل لي؟ congenital anomaly. هيعمل لي congenital anomaly من congenital anomalies المهمة. شوفوا، إما الممبرينس part of the septum، أوكي أنا مش هذا copy paste، الممبرينس part of the septum ما يكونش موجود تماما تماما، فهي بنسميها membranous ventricular septal defect، أو إنه الممبرينس part of the septum جزء منه رايح. إذا إما الممبرينس بارت كله مش موجود أو جزء منه رايح، أو ممكن يكون complete absent للماسكولار بارت of the symptom اللي هو لتحت، وهي بنسميها ماسكولار في اس تي. إيش يعني في اس تي؟ يعني ventricular septal defect. أو إنه ما يكونش في عندي لا ممبرينس ولا ماسكولار، يعني ما فيش عندي interventricular septum بالأساس، كلياته مش موجود. وهذا الانترventricular septum طبعا كثير مهم، فهذا صار في عندي أنا ventricle واحد. اوكي تمام، فهذول هم يعني بشكل عام. مثلا هذول صراحه دكتور ما قرأهم هاي الاشياء، بس انه مثلا الباور شيل ديفكت بالممبرينس بارت بنسميه روجر ديزيز، وهاي الكور ترايكولاري قاعد تدور عليها على النت صراحه، ما لقيتش برضه صور زي البشر، بس المهم انه حيكون في عندي سنجل فنتريكل واحد، شامبر واحده. بس من الاشياء المهمه جدا 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 الفالوتيراتولوجي. الفالوتيراتولوجي هي عبارة عن مش إشي واحد، أربع أشياء بصيروا سوا، أربع أشياء بصيروا سوا. إيش هم هي الأشياء؟ طلعوا لي هاي الصورة هون، طلعوا لي على هذا الهارت. أول إشي شوفوا إيش في أشياء غريبة. مثلا أول إشي هون 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 إيش في عندي؟ هذا فنتيكولار سبتال ديفكت، الفنتريكل مش كامل، في عندي فنتيكولار سبتال ديفكت مفتوحة، هاي بنسميها فنتيكولار سبتال ديفكت اف اس دي. حلوين. طيب إشي ثاني يا أخي، طلعوا لي على الأورتا. الأورتا هاي المفروض لوين جاية؟ لأي جهة؟ المفروض إنها هي رايحة لأي جهة؟ بس ناكم جاوبوا، للليفت فنتريكل. المفروض إنها جاية على الليفت فنتريكل صح؟ بس هي جاية على الليفت فنتريكل فعليا، هي جاية بينها باثنين، بين الرايت وبين الليفت فنتريكل، هذا بنسميه اوفر رايدنج ايورتا. ايش يعني اوفر رايدنج؟ يعني زي كانها راكبه على الانتر فنتريكولار سيبتم، راكبه على ركوب، جاي بالنص بيناتهم، لا هي على الليفت ولا هي على الرايت، جاي بالنص بيناتهم، يعني المفروض تكون عن جهه واحده، فبنسميه اوفر رايدنج ايورتا. شيء ثاني او شيء ثالث، احنا خلصنا الشيء يعني الشيء الثالث. ركزوا لي هون 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 هون، هذا هو البلمونري صح؟ هذا اللي هون البلمونري فولف. البلمونري فولف لما يصير في له ستينوسز، المفروض تاخذه بالباثو ايش الستينوسز والريجورجيتيشن، فمش هحكي عنهم كثير، بس الستينوسز زي كأنه الفولف هيك زي بيخشب، بصير في له كالسيفيكيشن هيك، بصير عليه تكلسات. فهذا الاشي بيخلي الفلو من الفنتريكل للفيسل، بغض النظر شو كان نوع الفيسل، بغض النظر عن شو كان نوع الفنتريكل سواء رايت او ليفت، بيخلي الفلو اصعب لانه بعدين ريزيستنت، يعني الفنتريكل بيصير بحاجه انه يدفع ويعمل لي بوش للبلود against resistant بضغط اعلى، فعشان يصير في عندي compensation، عشان يصير في عندي اني انا احاول ادارك هذا الموضوع كقلب، ايش بدي اعمل؟ بدي ازيد كثافة الموسكولر اللي عندي، فانا صار في عندي thickened right ventricle لحتى اتغلب واعمل compensation للpulmonary stenosis اللي صار. يعني شوفوا مثلا الليفت ventricle والرايت فنتريكل كثيكنس قد بعض، يعني هو المفروض انه الليفت فنتريكل هو اللي مور ثيكر ذان الرايت فنتريكل، بس بسبب انه صار في عندي بلمونري ستينوسس فانا بحاجه اني اضخ دم اجينست ريزيستنت اعلى، فبهاي الحاله رح يصير في عندي رايت فنتريكولر هايبرتروفي. فهذا هو الفالوتيراتولوجي اللي هم الاربع اشياء اللي حكينا عنهم. اول شيء حيكون في عندي زي ما قلنا هذا ديفكت فنتريكولر سبتال ديفكت، وحيكون في عندي الايورتا اوفر رايدنج. اوفر رايدنج يعني هي راكبه ركوب على الانتر فنتريكولر سبتم، لا هي على الليفت ولا هي على الرايت، بينهم بالنص. والبلمونري فالف رح يصير في له ستينوسس نتيجه لهذا الشيء، رح يكون في عندي ثيكنينج بالرايت فنتريكل. احذروا شو، اهزروا شو، شوفوا هاي السايدات الاطفال نفس اللي فجتكم اياها قبل شوي، هذا الفنتيكولار سبتال ديفكت. شوفوا هون هاي فنتيكولار سبتال ديفكت مثلا ومش حتنغير غير هاي الصوره، والفنتيكولار سبتال ديفكت اشي اخطر بكثير من الاتريا سبتال ديفكت. وبدي افرجيكم برضو انه الفالوت هي موجودة نفسها، زي ما حكينا حيكون في عندي ventricular septal defect، حيكون في عندي overriding للأيورتا، وفي عندي pulmonary stenosis وhypertrophy لا لا الرايت فنتركل.
هاي الصورة اللي حكيت لكم ببداية المحاضرة الأولى اللي بدي أفرجيكم إياها من صيادة الأطفال، شوفوا هاي الصور، مش أنا اللي حطيتكم إياها كل اليوم، نفسهم، شايفين قديش إيش مهم؟ محاضرة مهمة، محاضرة اليوم كثير مهمة، أوكي؟ هيك إحنا أتوقع خلصنا من محاضرة الأطفال عشان ما أرجع لكم إياها كل شوي وهت عليكم، أوكي؟ هيك خلصنا إحنا الفنتريكل، كوننا فنتريكل إحنا، وعملنا الأيورتا والبلمونري أورتري زي ما حكينا قبل، وحالياً نروح لإشي تركناه من المحاضرة اللي قبل اللي هو الساينس فينوزز هون. بس قبل هيك لازم نروح هون ونمسك التك هاي ونحطها، وهاي التو فنتريكلز دون، وهي الفنتيكولار سبتم دون، وهي الأيورتا والبلمونري أرتري دون. صار في عندنا شح بالتكات الصراحة، كنتش أتوقع إنه ننجز هالقد ما شاء الله علينا. اوكي بعدين خلص بعدين نعمل كوبي بيست. حلوين حلوين، حنروح للساينس فينوزس الان. متذكرين الساينس فينوزس هاي اللي كانت تحت الاتريوم اللي لها رايت هورن وليفت هورن؟ في كمان معلومه ما حكينا عن الساينس فينوزس اجلتها، هسه هاي الساينس فينوزس طالع من كل هورن لها 3 فيونز، يعني ككل في عندي 6 فيونز، 3 يمين 3 شمال، بس هم نفس الاسماء. في عندي اللفت سوري الرايت فيتال لاين فين، رايت امبليكال فين، رايت كومن كاردينال فين، ونفس الاشي ليفت كومن كاردينال فين. هو انا مشكل هذا الزوم والاشياء التأشيرية، والليفت كومن كاردينال فين، وبعدين في عندي الليفت امبليكال فين والليفت فيتال لاين فين. اذا فيتال لاين امبليكال كومن كاردينال، فيتال لاين امبليكال كومن كاردينال. اوكي انا كيف صراحة حفظتها بوقتها، يعني بانه القريب في في، البعيد سي سي، واللي بالنص هو اللي غريب يو في. اوكي في في اللي هو القريب فيتال لاين فين، البعيد كومن كاردينال سي سي، هو المفروض انه سي في سي سي في يعني، او كومن كاردينال فين، واللي بالنص الامبليكال فين. تمام طيب شو اهميتهم هذول الثلاث؟ شوفوا شو اهميتهم، اهميتهم اهميه مهمه الصراحه. شوف كل واحد منهم حيعطيني أشياء بعدين. الكومن كاردينال بين مش حكينا في عندي ليفت رايت، الرايت اللي هي لهاي الجهة بيعمل لي السوبيريور فينا كافا، مش كله، بارت من السوبيريور فينا كافا، بارت اوف سوبيريور فينا كافا ناتج من الرايت كاردينال بين. يا جماعة كيف نميز بين الرايت ولا الليفت؟ أنا راح أخربط إذا الرايت ولا الليفت، لا مش حتخربطوا. ليه؟ لأنه السوبيريور فينا كافا وين بيصب؟ بالرايت أتريوم ولا بالليفت أتريوم؟ بالرايت اتريوم، فاكيد حيكون على نفس الجهه، فاذا من الرايت اتريوم او بنفس جهه الرايت اتريوم حيكون في عندي سوبيريور فينا كافا، فهو دايما من الرايت كومون كاردينال فين. الليفت بعطيني الاوبليك فين اوف ليفت اتريوم، اجين هاي بمحاضره الهارت، اذا مش محاضره الهارت فهي كورونري، بس لا انا اتوقع محاضره الهارت، فاللي مش دارس محاضره الهارت يدرس محاضره الهارت للضروره القصوى يعني. فورمز اوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم، بس انا جبت لكم صوره له، هذا هو الأوبليك فين أوف ذا ليفت أتريوم. أوكي أوبليك فين أوف ذا ليفت أتريوم، تمام نركز عليه. إذا الأوبليك فين من الليفت أتريوم جاي مين؟ من الليفت كومن كاردين فين، بينما حكينا السوبيريور فينا كافا من الرايت كومن كاردين فين. حلوين هيك خلصنا كومن كاردين فين. في عند الفيتال لاين فين اللي هو حكينا أقرب إشي بالنص، هذا الفيتال لاين فين درين بلود فروم ذا يوكساك، هو بأخذ البلود من اليوكساك، مش كثير معلومة مهمة بس خليها عدل. الأمبليكال فين هذا اللي مهم 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 مهم. ليه مهم 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 مهم؟ مش حكينا في عندي سيركوليشن بالفيتس، مش حكينا بانه الام والبيبي بصير في عندهم اكستشينج بالبلود عن طريق البلاسنتا، اللي بياخذ لي البلود الاكسجينيتد الفيلد وذ اكسجين من البلاسنتا من الام للبيبي هو الأمبليكال فين. فهذا الامبليكال فين جدا مهم، bring oxygenated blood from the placenta to the heart، جدا 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 مهم. تمام خليه نحكي عنه هسه بالتفصيل، بس قبل ما نحكي عنه بالتفصيل شوفوا يا جماعه هذول هم نازلين من وين؟ نازلين من السينس فينوزس. الرايت حيروح للرايت وحيعمل لي ايش زي ما حكينا السوبيريور فينا كافا، الليفت حيروح على الليفت اتريوم حيعمل لي الاوبليك فين بالليفت اتريوم، حيضلوا عندي هذول الاربعه بالنص، هذول الاربعه بالنص راح اقسمهم لا ثلاث أجزاء بناء على الليفر، بناء على موقع الليفر، بحيث تكون الليفر بنصهم. فأنا هحكي سوبر هيباتيك هيباتيك انفرا هيباتيك، فإذا أنا حيكون في عندي the liver develop over أو opposite sorry the middle parts of both vitelline
and umbilical veins dividing each into three parts supra hepatic infra. تمام تمام وينهم؟ هاي دقيقة اصبروا على السكوب. لا تستعجل لا تستعجل، أنا عارفكم متحمسين عشان تعرفون. هاي هم سوبرا هيباتيك، هيباتيك وإنفرا هيباتيك. شوفوا يا جماعة شو اللي بصير مع الوقت. مش إحنا حكينا بإنه خلص خلصنا من الكومن كاردينال الرايت واللفت، وهذا عمل لي سوبيري فينا كافا وهذا عمل لي أوبليك فيون أوف ذا لفت أتريوم. إحنا حاليا نطلع على مين؟ على اليو في اللي هو الأمبليكال فيون، وعلى الفي في اللي هو الفيتيلاين فيون. الفيتيلاين فيون هم الاثنين اللي بالنص، طلعوا هذول المشطب عليهم كلهم، بتشطب عليهم كلياتهم، بيسكروا كلهم، بصير في لهم disappearing ما عدا ما عدا الفيتيلاين فيون اللي على جهة الشمال. ايوه اتوقع، لا سوري مش على جهة الشمال، ايوه هذا كان اختبار، انا مخربطتش، هذا كان اختبار عن جهة اليمين. تذكر هاي سبيري من الكافة، فهذا يمين. الفيتيلاين فيون اللي على جهة اليمين بيظل موجود. طيب ايش بعمل لي هذا؟ بعمل لي جزء كثير مهم، احذروا احذروا الانفيرير فينا كافا. يعني اذا هون كان سبيري فينا كافا، هون حتكون اكيد الانفيرير فينا كافا. طبعا مش كل الانفيرير فينا كافا، بس الجزء العلوي من الانفيرير فينا كافا. اذا لحد الان عرفنا انه السبيري فينا كافا والانفيرير فينا كافا جايين من وين. خلينا نحط تك امان، ارجوكم ارجوكم. طيب هون حنيجي حنحكي انه احنا عرفنا بانه السبيري فينا كافا جاي من وين؟ من الكومن كاردينال فيان. اي واحد يمين ولا شمال؟ لا اليمين، لانه قلنا هو اقرب للرايت اتريوم. تمام، والانفيريور فينا كافا حكينا من وين جاي؟ دقيقه، الانفيريور فينا كافا حكينا بانه كل السوبرا هيباتيك بيختفوا ما عدا واحد، ايش اسمه؟ فيتيلاين فيان. عايجه يمين ولا شمال؟ مو نفس مبدا السوبيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا وين بصب؟ بالرايت اتريوم، فحيكون على الرايت. اذا الرايت فيتيلاين فيان هو اللي حيعطيني كرينيال بارت من الانفيريور فينا كافا، مش كله، الباقي كلياتهم بصير فيهم ديسابير و يعني بسكروا. طيب This is the suprahepatic، وحكينا إنه الليفر جاي بالنص هون. إيش هذا الليفر رح يعمل؟ الليفر هذا، نيجي نمسك السبوت دقيقة، الليفر هذا هي هون. شوفوا كل هذول الفيانز حيتكسروا يتكسروا يتكسروا ويكونوا لي إشي واحد، دكت واحدة بسميها دكتس فينوزس. من اسمها دكتس فينوزس، معناها هي دكت جمعت لي اياهم كلياتهم، فينوسس يعني فيانز، في كولكشن لكل هذول الفيانز الاربعه اللي نصرف لهم بريك داون. طيب بعد فهمنا هذا الهيباتيك، طبعا هاي الدكتس فينوسس مهمه وهذا الباثوي مهم، نظل متذكرين انه الرايت فيتيلاين فيان والدكتس فينوسس. بعدين انفرا هيباتيك، شو حيصير بالانفرا هيباتيك؟ الانفرا هيباتيك مش احنا حكينا السوبر هيباتيك اللي بضل هو الرايت فيتيلاين فيان؟ طب ماشي، على الانفرا هيباتيك راح نعكس كل اشي، بدل ما كان رايت حيصير ليفت، بدل ما كان فيتل لاين حيصير امبليكال. اعكسوا، سوبرا هيباتيك كان مين؟ رايت فيتل لاين فين، اعطانا الانفيريور فينا كافا. اللي تحت هسه، اللي تحت الانفرا هيباتيك راح يكون على الليفت، على الليفت امبليكال فين، الرايت امبليكال فين راح يسكر. وايش هذا الاس اللي عاملين اياها؟ احكي لكم شو هذا الاس، اصبروا على رزقكم. الفيتيلاين بيان من اليمين والشمال بيصير في لهم شيء بنسميه انستوموسس. ايش يعني انستوموسس؟ يعني زي التقاءات بين الفيانز هذول، هون حيكون مسكر، هون حيكون مسكر، هون حيكون مسكر، بس هم التقاءات، هذول التقاءات عاملين لي شكل اس زي ما احنا شايفين. هذا الاس هو البورتال فيان، فانا بهاي المرحله كونت بورتال فيان. انا مش حطيته ترى بالتشيك ليست، مع انه مهم لازم ينحط الصراحه، يعني خاصه صراحة اضيفه. اذا البورتال فيان هو ناتج من انستوموسس بين ذا تو فيتيلاين فيانز بعد الليفر، يعني انفرا هيباتيك بالانفرا هيباتيك. طبعا كم انستوموسس؟ واحد اثنين ثلاث. كيف شكله؟ اس شيبت. شو هذا؟ بورتال فيان. وين بتكون؟ انفرا هيباتيك، انفرا هيباتيك. اذا لحد الان حكينا بكل الفيانز اللي بتكون ناتجه من الساينس فينوزس، في عندي الفيتيلاين فيان على الرايت، بعدين دكتس فينوزس، بعدين على الليفت هو الامبليكال فيان، وحين تجري البورتال فيان. تمام حلوين، ان شاء الله انه يكون حلوين وكل اشي واضح. هاي تجميعة صرنا اياها شوي، بدناش نحكي عنها هسه. هسه نيجي على هذا الجزء اللي هو الفيتال سيركوليشن. طيب يا اخوان، يا اخوان هسه شوفوا يا اخوان، يركز معي هسه، حتكون موضوع بيس اوف كيك ولا حتغلبوا فيه. احنا قلنا بانه انا بدي اخذ اوكسجينيتد بلود من البلاسنتا. طيب طيب بدي اوديه لوين؟ للهارت. بعدين الهارت هو اللي بدي يوزعه لجميع اجزاء الجسم، صحيح صحيح طبعا. طيب
شو اللي بصير؟ أنا بدي أمشي فيها من فوق لتحت، عشان إحنا متعودين أو درسنا فوق من فوق، يعني درسنا قبل شوي من فوق لتحت. هذا الأتريوم صح؟ إيش تحت الأتريوم بالضبط؟ inferior vena cava. من وين جاي ال inferior vena cava؟ قبل شوي حكينا، هسه قبل شوي حكينا من ال right vitelline بين. تمام، بعدها حيكون في عندي الدكتس فينوزس. الدكتس فينوزس جاي من وين؟ جاي من تكسير كل اللي فينز اللي كانت بالسوبر هيباتيك وحمل الدكتس فينوزس. حلوين. بعدين حكينا ايش اللي بضل تحت؟ مش الفيتيلاين فين، حيظل الامبليكال فين. رايت ولا ليفت؟ لا ليفت، ما احنا قلنا اللي يظل فوق هو الرايت، فهسه حيظل الليفت. فليفت امبليكال فين، وهذا الليفت امبليكال فين هو اللي بيكون متصل مباشره مع البلاسنتا. وهون الدكتور حكى انه جو في سؤال جاي على هاي النقطه بالذات، اللي هو انه اكثر ارتري او فين، اكثر فيسل بالفيتال سيركوليشن بتكون اوكسجينيتد، هو الليفت امبيليكال فين، طالع مباشره من البلاسنتا ومليان اكسجين من البلاسنتا. اذا من البلاسنتا اول جزء حلاقيه هو الليفت امبيليكال فين، رح يكون محمل باوكسجينيتد بلود، حيمر بالدكتس فينوزس، لسه بعدها فولي اوكسجينيتد بلود، حيجي ويمر بالانفير فينا كافا، لسه بعده فولي اوكسجينيتد، لا مش فولي. ليه؟ لانه الانفير فينا كافا ايش بعمل؟ هو مش هو بيمسك لي كل الفينس درينج من البودي وبيوديني اياها للاتريوم. حلوين. معناه هذا حيكون من هون جايب فينس بلود، بس حيلتقي معه ارتريال بلود، فحيصير في هون عندي ميكست. بس عادي يعني مش اشي سيء، احنا في سيركوليشن، احنا مش اشي كبير عشان يصير الميكست هذا اشي سيء وخطير، عادي الامور تمام. فمن الانفيريو فينا كافا بصب وين؟ بالرايت اتريوم. بالرايت اتريوم انا الطبيعي اني انزل للرايت فنتركل، هذا بيصير صح، بس النسبة الكبرى، أو خلينا نحكي مش نسبة، خلينا نحكي إنه في جزئين بينقسم لجزئين، بعد ما يوصل الدم من الانفيري فينا كافا للرايت اتريوم، متذكرين هنا كان في عندي فتحة، وهاي الفتحة حكينا لازم تضل دايما، عشان لازم يكون في عندي رايت تو ليفت شنت، لازم يكون في عندي دايما رايت تو ليفت شنت. ايش هاي الفتحة اسمها؟ فورامين اوفال. فهاي الفورامين اوفال بيمرق منها الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم للليفت فنتركل للايورتا للجسم كلياته. تمام. حكينا عن الباثوي الثاني اللي هو بينزل للرايت فنتركل، من الرايت اتريوم بينزل على الرايت فنتركل صح، بينزل وبعدها بيروح للبلمونري. تمام، بيروح بعدها بيروح لللونجز. ايوه بيروح بعدها بيلاقي اللونجز، نذكر اللونج واحنا لسه يعني فيت، يعني لسه امبريو ما بتكون شغالة، يعني هو بيروح نسبة كثير قليلة للونج. ليه؟ عشان تغذي اللونج تيشو نفسه، بس أنا مش بحاجة دم كثير لأنه اللونج حاليا مش شغالة، أنا مش بحاجتها. أحكي لكم معلومة كلينيكال شوي. هسا أول ما ينولد البيبي إشي كثير كثير مهم يصير، إنه البيبي لازم يعيط. ليش لازم يعيط؟ لما البيبي يعيط فمعناها الألفيولاي اللي باللونجز فتحت، بطلت كولابس، فتحت، لأنه بالإمبريو بتكون كولابس. ليش تكون كولابس؟ لأنه في عندي ريزيستنت، فاساسا عشان هيك هو اللونج بتكون مسكره، يعني هون بيكون في عندي ريزيستنت باللونج، فما حيكون في عندي انتقال للدم، انه يعني الدم مش قادر يفوت لجوا لانه في عندي ريزيستنت، في بريشر عالي جوا. لكن لما يطلع للهواء الخارجي فانا بدي اقلل البريشر باللونج عشان يدخل الهواء، فعشان هيك الدم بصير يروح للونج. فعشان هيك البيبي لازم اول ما ينولد يعيط. احكي لكم معلومه، يعني هسه انتم ما حد تذكروها لما يجي الاطفال، بس في شيء اسمه ابجر سكور، ابجر سكور. يا الله حتفلسف هسه. هذا الابجر سكور يعني انا سكور بعمله للبيبي اول ما ينولد لرقم محدد. من الاشياء الاساسيه العياط، لانه العياط اذا عيط البيبي يعني سترونج كراي، في فرق بين ويك كراي وسترونج كراي، تخيلوا لهي الدرجه. مثلا اذا عيط بقوه سترونج كراي باخذ 2 بوينتس، اذا عيط قليل باخذ 1 بوينت، اذا ما عيطش بمر باخذ 0. وفي سكور لاشياء محدده يعني. فهذا العياط دليل على الريسبيريشن، دليل على الريسبيريتوري، اذا الريسبيريشن تبعه تمام او لا. تمام؟ هي بس حبيت احكي لكم فيها واوردكم اياها عشان تتذكروا بانه لونج بتكون مسكره قبل، تفتح بس وقت الولاده. تمام. طب يعني ليش الدم العاد اجى لهون اذا رح يلاقي اللونج مسكره؟ احكي لكم ليش. لانه في فتحه صغيره بتوين ذا بلمونري والايورتيك ارتش بنسميها دكتس ارتريوسس. ايوه ذيك كان اشي اسمه مشابه. ايوه دكتس فينوزس، الدكتس فينوزس اللي كانت بالليفر ناتجه عن البريك داون للفيتولاين والامبليكال اللي كانت سوبر هيباتيك، متذكرينهم؟ فهون في عندي مين؟ دكتس ارتريوسس. هاي الدكتس ارتريوسس هو ارتري صغير رابط لي بين البلمونري وبين الايورتا، عشان يصير في عندي برضه يعني مرور للدم للايورتا. حلوين. تمام، بدي احكيكم اشي، بما انه بعدنا احنا فوق بالاتريوم، هسه الدم بس بيجي من الانفيريو فينا كافا على الرايت اتريوم، بس من الانفيريو فينا كافا.
طبعا لا، حكينا في عندي superior vena cava، برضه بيجي من superior vena cava وبيمرق بنفس ال pathway. سوري ايش هذا؟ اوكي، بيمرق بنفس ال pathway. تمام، احنا وصلنا لحد هون ان انا وصلت عند الايورتا ووزعت الجسم كامل، بعدين بدي ارجع. هسه الدم دي اوكسجينيتد يا اخوان، انا طلعت من الجسم وانا دي اوكسجينيتد حاليا، لوين بدي اروح؟ بدي اروح لا الرايت والليفت امبيليكال ارتريز اللي هم تو، لوين؟ للبلاسنتا. شوفوا الحبل السري برضه، هي معلومه كلينيكال، بيكون فيه تو ارتريز ونيفيان، تو ارتريز ونيفيان. الفيان هو بيكون the most oxygenated، والارتريز هذول هم بيكونوا the most deoxygenated. هذا سؤال الدكتور حكى حيجي، حكى حيجي مين ال most deoxygenated ومين ال most oxygenated، يعني واحد منهم غالبا يجي مش الاثنين. بس لا تربطوها بانه الفيان هو deoxygenated والارتري هو الاوكسجينيتد، اوكي؟ احنا شرحناهم هينا، وضحنا ايش الفكره، ولا تربطوهم مش ببعض، تمام؟ شوفوا هذا المكتوب كلياته احنا حكيناه، بس حنحكي عن التغيرات اللي بتصير بعد الولاده. شوفوا، ركزوا معي ركزوا معي إخوان، هل معقول الفورمن أوفال تضل؟ لا، بتسكر. هل معقول الدكتس أرتريوسس بتضل؟ لا، بتسكر. هل معقول إنه اللونج تبطل ما تاخذ دم، يعني تضل ما تاخذ دم؟ أكيد لا، أكيد حتاخذ دم. طب هل معقول إنه الأمبليكال فيان والأمبليكال أرتريز يضلوا؟ لا طبعا بيسكروا. إذا في كمان إشي تغيير صراحة، أتوقع إنه هو حكينا الدكتس فينوسس صح؟ آه، الدكتس فينوسس برضه بسكر، الدكتس فينوسس برضه بسكر. طيب، أول إشي حكينا شو بصير باللونج، وشرحت لكم بالضبط، يعني هون كاتبين بإنه the lung begin to function، تمام. الدكتس أرتريوسس، دكتس أرتريوسس ها، هاي اللي هون اللي هي هون بتسكر، بتسكر شو بصير بيجي بدالها؟ بيجي بدالها هذا الجزء، إيش هذا الجزء؟ المفروض تحزنوا لحالكم محاضرة الهارت. هذا الجزء هو سوري سوري، هذا الجزء اسمه ليجامنتم ارتريوزم، ليجامنتم ارتريوزم. شوفوا هسه كل اللي حنحكي عنهم اللي حيسكروا حيتركوا محلهم ليجامنت. ايش اهميته هذا الليجامنت؟ هو بيمسك الاشياء ببعض، يعني بيربط الاشياء ببعض. فالدكتس ارتريوزس ليجامنتم ارتريوزم، دكتس ارتريوزس ليجامنتم ارتريوزم، تمام. وبسكر هذا الدكتس ارتريوسس within 10 to 15 hours after birth، مباشرة بسكر المفروض، اوكي؟ طبعا في من الكونجنتال انوميليز انه يظل مفتوح كمان، هاي الاشياء اتوقع انها موجودة برضه هون. اه شايفين patent ductus arteriosus بظل في عندي موجود leads to shunt of a blood from the aorta to the pulmonary trunk، هذا بصير في عندي mixing للبلود بين يعني الايورتا والبلوندرا، تخيلوا يظل ما بصير. فهذا برضه معني كونجنتال انوميلي. اذا اول شيء حكينا عن اللونجز بتبلش تشغل، بعدين حكينا عن دكتس ارتريوسس اللي هي بتصير بتسكر من 10 ل 15 ساعه، وبتترك بدالها الليجمنتم ارتريوزم اللي هو هيو ليجمنتم ارتريوزم، ليجمنتم ارتريوزم لو ظل بصير في عندي شنت بين البلمونري ترونك والايورتا، نركز على هاي. تمام، بعدين ايش بحكي لي؟ blood flowing back from the lungs into the left atrium increases the pressure in the chamber and presses the septum primum against the septum secundum closing the film. دقيقة دقيقة، هي بدها شرح مليون، نطلع لفوق هون 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 في الغرب. شوف، مش هذا كان ال right atrium، وهذا كان ال left atrium، وهذا كان ال primum secundum، وهذا كان سوري ال البرايمم سبتم، سوري البرايمم سبتم، وهذا كان السبتم سكندم او السكندم سبتم، بغض النظر المهم هذا السكندم وهذا البرايمم، وهذول السبتم اثنين. لما اللونج تصير بدها يعني تستقبل بلود ويزيد البريشر بالليفت اتريوم، هون راح يصير في عندي بوشنج. بوشنج لشو؟ بوشنج لا الليفت اتريوم على الجزئيه هاي اللي هو البرايمم سبتم عشان يسكر على السكندم سبتم. فهون الفورمن اوفال شو بصير فيها؟ بتسكر. هون الفورمن اوفال بتسكر، عرفت ليش بتسكر الفورمن اوفال؟ شو السبب اللي خلاه الفورمن اوفال تسكر؟ حلوين، واحنا حكينا قبل الفورمن اوفال لما تسكر ايش تترك، صح؟ المفروض شوف هون كاتبين او لا، مش كاتبين بس احنا حكينا عنها في المحاضرة الماضية، وحكينا بانه بمحاضرة الدكتور ايمن اشي وهون اشي اعم كانه، صح؟ حكينا عنها، انا متأكدة في مكان ما هنا، اوكي مش هرجع لها هسه لانه رح نعجق. بس احنا حكينا انه الفورمن اوفال بتركلي الانيولوس اوفاليس، اتوقع اسمها زي هيك. تمام، خلصنا لحد الان، سكرنا الدكتس ارتريوسز
وبرضه عملنا ال فيرمون اوفال، وبرضه اللونج صارت تشتغل تمام. شوف شو اللي وراه. بعدين بحكي لي بانه ذا ليفت امبليكال فيان بسكر، هذا الليفت امبليكال فيان هيو 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 بسكر. ايش بترك لي؟ ليجامنتم تيرس اوف ذا ليفر. ايش الليجامنتم تيرس؟ ايش اللي رح تاخذوه بالجي اي ان شاء الله؟ هذا هو الليجامنتم تيرس اوف ذا ليفر. This is the ligamentum teres of the liver. شوفوا شو الدكتور قالكم. الدكتور قالكم ممكن اجيب لك ligamentum teres of the gallbladder، ligamentum teres of the bladder. لازم تكونوا واضحين. ligamentum teres of the liver هو اللي بيضل بعد مين؟ بعد ال left umbilical vein. بعد ال left umbilical vein تمام. في حال ضل موجود، او خليهم يضل نجمعهم كلهم سوا بالاخير تمام. بعدين في عندي ال ductus venosus بسكر، والرايت والليفت امبليكال ارتريز بسكروا. الرايت والليفت امبليكال ارتريز اللي هون بيعملوا لي برضه اشي بالليفر. ايش هو الاشي اللي بالليفر؟ بنسميه ميديال، لا لا مش اشي بالليفر، بعتذر، بنسميه ميديال امبليكال ليجمنت. كان في له صورة الميديال امبليكال ليجمنت، انا جبت له صورة انا متأكدة. ايوه مفروض، ايوه شكلي حذفتها بالغلط. هسا هذا هو، هون في عندي اشياء ثانيه تكتش على كثير. This is the medial umbilical ligament. اثنين هم هذول من مين ناتجين؟ من الرايت واللفت، الرايت واللفت umbilical arteries، right and left umbilical arteries. ضل جزء واحد اللي هو الدكتس فينوس، الدكتس فينوسوس سوري، اللي هو جاي جوا الليفر. دكتس فينوسوس بيعمل لي ligamentum venosum. وين الليجمنتم فينوزم؟ طلعوا عليه، هي الليجمنتم فينوزم هي، واضح تاخذوه برضه بالجي اي ان شاء الله. انا بس حبيت افرجيكم اياها عشان تحاولوا تربطوها بانه الدكتس فينوزس بما انه هو جوا الليفر، فهي شيء قريب. شوفوا قديش كثير قريب من الليفر، طبعا هاي بوستيريور ريفيو للليفر. اوكي، هو الليجمنتم فينوزم، الليجمنتم فينوزم دكتس فينوزس. وحكينا عن الليفت امبليكال فين بيعمل لي الليجمنتم تيرس اوف ذا ليفر، وحكينا عن الرايت والليفت امبليكال ارتريز بيعملوا لي الميديان امبليكال ليجمنت، وبرضه حكينا عن الدكتس ارتريوسس. ايش بتعمل الدكتس ارتريوسس؟ الدكتس ارتريوسس بتعمل لي ليجمنتم سوري ليجمنتم ارتريوزم، ليجمنتم ارتريوزم تمام. شوف يا اخوان، في اشياء ممكن للامبليكاس اللي هي السره الاقي انه في يعني ديستشارج، يعني بنزل يورين او ممكن ينزل بلود. هذا البلود ممكن يكون فينوس بلود، ممكن يكون arterial blood، وبرضه ممكن ينزل فيسس. بس هاي مش معكم، بس الدكتور هيك حكاها بالمحاضرة، حكى هذا الدكتور برضه حيجي على سؤال اللي هو ايش الجزء اللي لو ضل فاتح، لو صار فيه له patent. عشان patent يعني مفتوح، لو ضل فاتح ايش حيعطيني discharge بالامبليكس؟ شوفوا مثلا اللفت امبليك ريفيان، اللفت امبليك ريفيان اللي هو ايش عمل لي اللفت امبليك ريفيان؟ ليجامنتم تيرس اوف ذا ليفر. لو ضل بيتنت يعني مفتوح هيعمل لي ديسشارج لفينس بلود، منطقي لفت امبليك ريفيان فينس بلود تمام. لو كان الامبليكال ارتريز عمل لي ديسشارج لارتريال بلود تمام. لو كان الدكتس فينوزس راح يكون اشي بنسميه بروتو سيستميك شنت، بروتو سيستميك شنت بين الليفر وبين السيستم. ويعني صراحة إشي مش معكم، مناش ندخل بالتفاصيل عشان ما نتوهكم، بس هو شوف شو بحكي لك. It connects left branch of portal vein مع ال inferior vena cava. مذكرين ال portal vein اللي حكينا عنه اللي هو الأس شابد اللي بضل مع ال inferior vena cava، بصير في بينهم ارتباط. أوكي تمام. بعدين حكينا ال ductus arteriosus، مذكرين اللي هي بين ال pulmonary trunk وال aorta، بصير في عندي شنط بيناتهم لو ظلت مفتوحة. ومذكرين ال foramen ovale الصغير اللي احنا أصلا شفناها بمحاضرة الأطفال اللي هي 94 سلايد، لو ضلت فاتحة هيعمل لي شنت من البلود من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، من الليفت اتريوم للرايت اتريوم. ليش من الليفت للرايت؟ لأنه أكيد البريشر بالليفت أعلى من الرايت صح؟ يا غلط صح حولي يعني تمام. بس الدكتور حكى بأنه لو الميديال، الميديال امبيليكال ليجمنت اللي هو هذا الميديال امبيليكال ليجمنت كان بيتنت، راح يؤدي انه يصير عندي ديسشارج ليورين، ليورين من الامبليكس. فاذا الامبليكس ممكن يصير فيها ديسشارج لفينس بلود، بيكون السبب انه في عندي بيتنت ليفت امبليكال فيان. ممكن يصير فيها ديسشارج لارتريال بلود، بتكون في عندي بيتنت امبليكال ارتريز. ولو كان في عندي ديسشارج ليورين بتكون البيتنت مين؟ الميديال امبليكال ليجمنت. وحكى عن انه في عندي ريتلو انتستينال دكت، يعني هي مش معكم حاليا هسه بالمره، بس لو كانت بيتنت تعمل لي ديسشارج ل
الفيسز، تعمل لي ديسشارج للفيسز، تمام؟ طب سؤال بالله، ليش الميديال اميليكال ليجمنت بيؤدي لانه يصير في عندي ديسشارج ليورين في حال كان بيتنت؟ السبب يا اعزائي بانه الابيكس اوف ذا بلادر، البلادر ان شاء الله لما تاخذ يو جي اس في لها ابيكس زي جزء يعني هيك بارز، هذا الابيكس البلادر مرتبط مع الامبليكس السره عن طريق شو حذركم الميديال امبليكال ليجمنت. فلو كان الميديال امبليكال ليجمنت راح يصير في سوري لو كان الميديال امبليكال ليجمنت بيتنت راح يصير في عندي ديسشارج ليورين من البلادر للامبليكس، تمام؟ اتوقع انه هيك احنا كملنا الاجزاء كاملة فيما يخص Embryology of the Cardiovascular System في أول محاضرتين اللي هو Development of the Heart. صراحة الثالثة ما بعرف شو مضمونها، بس هيك إحنا بحمد الله برضو حكينا عن السيركوليشن كاملة كاملة مكملة، وحكينا عن الكونجنتال أنوميز. شوفوا أحكيكم يا جماعة بصراحة إيش اللي عن جد يعني ممكن يجي، هيجي 1000000% سؤال عن السيركوليشن، يعني مين الأكثر أوكسجينيتد أو دي أوكسجينيتد مثلا، أو إنه إيش الباثوي اللي ممكن يمر فيه، تمام؟ هيجي 1000000 سؤال عن كونجنتال أنوميز، مش سؤال واحد، أكثر من سؤال، كثير أسئلة هيجي عن كونجنتال أنوميز، سواء بالآتريوم، سواء بالفنتريكل، سواء بالسيركوليشن بشكل عام، هيجي عليهم، أوكي؟ أما مثلا يعني بصراحة إنه لايرز أوف ذا هارت مش إشي كثير، سوبرا فينتيكولار سوري سوبرا فينا كافا انفيري فينا كافا برضه مش إشي كثير، بس إنه الواحد لازم يكون عارفهم وحافظهم للاحتياط، بس انه الاشياء الاساسيه اللي ممكن تيجي حكيت لكم عنها، والمحاضره جدا 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 مهمه، يعني مش تخيلين قديش حكيت لكم اياها عشان تطلع، يعني حاولت إن يعني ان شاء الله اني اكون قدرت تطلع بهذا الشكل، يعني حضرت فيديوهات نانين جنرت وفيديوهات كثير على اليوتيوب وسمعت ريكورد الدكتور، فان شاء الله انه يكون كله تمام، وفي حال بحاجه اي سؤال فاحنا حاضرين دائما، ويعطيكم العافيه يا رب والتوفيق ان شاء الله.